المره دي بقى يانا انت هتاكل يعني هتاكل اتفضل عشان خاطري يا استاذ مختار. استغفر الله العظيم يا رب. عماد كويس انت جيت. ايه في ايه؟ ما بياكلش خالص وحابس نفسه 24 ساعه في اوضته، انا خايف يحصل له حاجه. معلش انا عايزك تبقي جنبه اليومين دول، اللي حصل له صعب قوي. مالك فيك ايه؟ شكلك مش عاجبني. لا كويس كويس. لا مش كويس، انت في حاجه مضايقاك ومضايقاك قوي كمان. ما تشغليش بالك، لما يصحى قول لنا. سألت عليه. طب في حاجه عايز اقولك عليها. ايه في ايه؟ في حكايه كده انا عرفتها عايز احكيها، بس ما تقوليش عرفت ازاي. ايه مش فاهم، قولي. جلال. جلال مين؟ خطيب ميرفت؟ اه هو خطيب ميرفت ده، خد بالك منه. يعني ايه مش فاهم؟ خد بالك منه وخلاص يا عماد. مفيش حاجه اسمها خلاص، ما تقولي. من الاخر كده وانا في السجن اتعرفت على بنت مش مظبوطه خالص. ليلى ما تتكلمي، في ايه؟ هي شافته مره مع ميرفت. من الاخر كده الواد ده مش تمام، هي قالت لي عليه كده. يا عماد استاذ عماد، ايه ايه في انت اللي خدت الملف؟ ملف ايه؟ تقصد ايه يعني؟ انت فاهم قصدي كويس؟ اه انت ايه؟ انت اللي خدت الملف؟ انت مش لاقي حد تلبسه التهمة جاي تلبسها لي انا ولا ايه؟ مين اللي حرضك تعمل كده؟ انت طب قايل عليك اتجننت. انا مش هسيبك، مش هسيبك الا ما تقول على كل حاجه. انت بقول لك ايه، انا مش ناقص جنانك او عيدك. ايه انت جاي تلبسني تهمه في بيتي؟ ما تدور على حد تاني يا اخي تلبسه التهمه. ما تشوف مين اللي بيخش مكتبك وبيلعب في الملفات، ولا ممكن تكون انت اللي سرقت الملف؟ ما انت الاستاذ عماد اللي لا يمكن يغلط ابدا. بشرفي، بشرفي اللي دخلك السجن. تدخلني السجن ليه؟ ان شاء الله قتلت لك قتيل ولا سرقت الملف من مكتبي؟ يلا اطلع بره. يلا من النهارده مالكش دعوه باختي، انت فاهم؟ من غير ما تقول. انا عارف اختك دي عايزه واحد على مزاجها، عايزه واحد بالقلم والمسطره تشده بالسلسله كده زي البوبي. لا انتوا فاكرين نفسكوا ايه؟ وانت فاكر نفسك ايه؟ اديك اهو الأستاذ عماد حامي القانون، اتفضح. كلب كلب بس عيش.